بنات عاملين ايه الفيديو النهارده ان شاء الله عن الشفرات، ازاي تعرفوا الاصليه ولا لا. بصوا، هو في الفتره الاخيره انتشرت جدا 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 الشفرات ديت، يعني بتتعمل للوجه. هي كانت اصلا مخصوصه للحواجب، بس في ناس كتير قوي جربتها للوش يعني، وكانت كويسه. وانا بصراحه جربتها وكانت فعلا كويسه، لان للاسف الفتله انتوا عارفين بقى بتطلع حبوب، وتقعدوا تعالجوا فيها في وقت اكبر اساسا يكون الشعر اصلا طلع. فالمهم انا جربتها يعني مرتين. اول مره جبت النوع دوت، اهو شايفين الكتابه اللي هنا، وشايفين في سنون كده، يا رب تكون باينه. تمام، ده اول نوع انا جربته، وكان التلاته ونفس الباكج ده بالظبط، ما كانش في اي اختلاف، لان ده نوع تاني على فكره، هقول لكم دلوقتي الفرق. جبت دوت ودوت، كان زي ما قلت لكم فيه الشفره دي وفي الكتابه اللي هنا اهوت، وكان بصراحه كان كويس. هي مش حاميه قوي، بس انا برضو حبيت ان هي ما تكونش حاميه قوي، لان طبعا اول تجربه وكده، فحبيت ان ايه اكون لسه مش متمكنه يعني منها، واشوفها فعلا حلوه ولا لا. حبيتها وحسيت ان هي كويسه فعلا. ولو حابين بعد كده اقول لكم تجربتي كامله هقول لكم، بس انا دلوقتي عايزه اقول لكم الفرق ما بين الاثنين. المهم ديت كويسه. التانية بقى بتعرفوا ان هي مش اصلية منين؟ بصوا دي زي ما انتوا شايفين سعرها، هو مكتوب عليها 25 جنيه. بصوا ما فيهاش اي سنون خالص اللي هي حوالين الشفرة، وما فيش الكتابة خالص على الايد. بصوا الفرق، شايفين الفرق في الكتابة؟ شايفين؟ ثواني كمان افتحها لكم، ثواني انا ايدي ايه ده بتتهرق. اهو شايفين الفرق في الحواف اللي عليها. دي اللي انا جبتها اول حاجه، وكانت التلاته ب15 جنيه. دي اللي انا جبتها بعد كده، وكانت التلاته ب25 جنيه، يعني اللي مش اصليه كانت ب25 جنيه. يعني عايزه اقول لكم ان الفكره مش في السعر خالص، لكن عشان تعرفوا هي اصليه ولا لا، المهم تلاقوا الكتابه اللي عليها ديت، تمام، وتلاقوا السنون اللي موجوده حوالين ثواني كده اوضحها اكتر، حوالين الشفرة، تمام. لكن دي سيئة جدا 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 جدا، يعني لو حد اول مرة يجربها وجرب بديت حقيقة هيكرهها جدا، هيكره الشفرة جدا، وهيقول اللي هي وحشة، لان فعلا مع تجربتي منها وحشة وحشة جدا جدا جدا، وممكن فعلا تعور يعني لو انتم ما خدتوش بالكم قوي ممكن تعور كمان. بصراحة دي تلمة قوي، مش حامية، بس برضو اللي هي لو انتم حاولتوا تتكوا عليها شوية لا ممكن تعوركم او كده، او تجيب التهابات في البشره من الاحتكاك كمان. مش بس كده، اللي هي بصراحه وحشه 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 جدا. انا اصلا الاتنين التانيين شحطتهم، وديت اصلا اللي لسه فاضله هي جديده، وقلت بس عشان اعمل لكم عنها الريفيو اقول لكم انه الافضل بس، واقول لكم الفرق ما بين دي وما بين دي. فلو جبتوها لازم تتاكدوا اللي هي فيها سنون، وتتاكدوا من الكتابه ديت. انما الباكج دوت لا، هو مفيش اي اختلاف خالص، ومش السعر. يعني اللي جبتها اللي هي ما كانتش اصليه كانت هي الاغلى، دي كانت ب15 ودي كانت ب25. فتاكدوا اهم حاجه من الموضوع دوت علشان ما تكرههاش من اول مره تستخدموه فيها. كل سنه طيبين، ويا رب يكون الفيديو فاتكم،